تنضم إلينا في الاستوديو المصممة الإماراتية حصة الراتوق. صباح الخير يا حصة. صباح النور. حصة أنت اختصاصك الطرح. صحيح. طب خلينا نتكلم، أنت لابسة طرحة متميزة الصراحة، فإذا تكلمينا عنها. هذه من ضمن المجموعة إن شاء الله اللي بتكون خاصة لليوم الوطني. فحبيت أني أنا أشارك لو جزء بسيط للدولة إن شاء الله، وسويت تصميم هذا السكارف اللي هو يكون للبس للطرح الكبيرة، وفي نفس الوقت في طرحة ثانية اللي هي تكون للشنط بس. أيوة. للشنط قصدك أنه تتعلق على الشنط. طب أيوة. نشوفها، خلينا. هذه طبعا كلها عليها النشيد الوطني. أيوة. عليها النشيد الوطني. كلمات النشيد الوطني. كلمات النشيد الوطني. عليها سبع الإمارات. حطاك علامة لكل أيوة. إمارة. لكل إمارة. وهذه هي خارطة دولة الإمارات. طيب حصة، واضح أنك استخدمت الخط العربي. أيوة. بشو اعتمدت عليه؟ الخط العربي على أساس أن أنا الهدف الأساسي من المشروع أنه لازم أعزز اللغة العربية. وحبيت أن تكون التصاميم تحمل اللغة العربية بمعانيها، بكل بزخارفها، بجمالياتها، بكل شيء. طب من وين بدأ هذا الحب أو الشغف بالطرح تحديدا يعني؟ أساسا أنا مصممة جرافيكية. ففي البداية احنا تقريبا البنات كنا نلبس الطرح ونلبس الشيل، فاحب السكارفات واحب الزخارف الموجوده على السكارفات، فكنت دائما افكر اقول ليش ما يكون في خط معين للسكارف بس يحمل اللي هي المعالم الهويه الاماراتيه، الهويه العربيه وليس الاماراتيه، الهويه العربيه ككل. فمن هني بدات اني انا بديت افكر، قلت ليش ما ابدا اسوي هالاشياء، والحمد لله يعني. طيب خلينا نشوف، احنا الحين بنشوف شويه من تصاميمك موجوده، اذا بس تعلقينا عليها. في هذا التصميم اعتمدت انه يكون الشكل هو الباب القديم، هذا من وحي التراث الخليجي. ايوه. نلاحظ الباب لعده اشكال. ايوه، يعني مثلا هذه فيها الوان جريئه يمكن تعتبر شويه. هذه الصحراء العربيه. ايوه. ان نلاحظ الوان الصحراء من الرمال البرتقاليه الى السماء الزرقاء الى فحبيت اللي هي دائما تعرفين الصحراء دائما فيها جماليات عجيبه يعني، وفيها هل لكل طرحه اسم عندك؟ نعم، هذه الصحراء العربيه واللي قبل كانت الباب القديم. هذه الطرحه هذه اسمها صديقاتي، هاي عليها كل اسامي صديقاتي يعني. صديقاتك انت فعليا. كيف بده يشتروها هاي العالم اذا فقط حصرا صديقاتك حصه؟ على اساس ان هي الاسامي تقريبا يعني متشتركه. إيه يعني اماراتيه عربيه وخليجيه. صحيح. هذه بس معلش، ايش من ضمن الاسامي اللي محطوطه؟ فيها فاطمه، فيها مريم، فيها شيخه. فيها كل الاسامي. طيب. هذه الطرحه طبعا عن النخله. ايوه. بما تحمله النخله من 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 جماليات في السعف، من جماليات في الـ في الـ في الساق، في الرطب، في الالوان، في تمازج الالوان، ودائما ان هي النخله اصلا يعني شجره مباركه. فحبيت ان انا قلت ليش ما اسوي تكون النخله جزء من التصاميم اللي انا بسويها. ايوه. طيب خلينا نشوف واحده ثانيه كمان. هذه هي نفسها. هذه هذه نفسها بس من حطيت قدام. سوسه النخيل في الطرحه. ايوه. طيب وهذه؟ هذا طبعا هذه كلها كامل الخط العربي. جماليات الخط العربي. طيب حصة، شو سلسله الالوان او نوعيه الالوان اللي عم تستخدميها؟ يعني حصري لنا اياها بثلاث اربع الوان اللي هن الاساسيات. الالوان الاساسيه، الالوان الاساسيه هي الابيض والاسود. الابيض والاسود بس بين كولكشن، بين مجموعه ومجموعه حبيت اني انا ادخل يعني اكسر الابيض والاسود، اني فحط الالوان اللي هي البني، تدرجات الاصفر، تدرجات هالاشياء. هذه رجعنا ثاني الصحراء العربية، بنشوف الصور والصحراء. تقريبا هي هذه خمس مجموعات. طب وكل قد ايش بتعملي مجموعة؟ ان شاء الله كل ست شهور. كل ست شهور. كل ست شهور. حلو. حصة ناوية يعني تقدمي أكثر من الطرح ولا حصرا الطرح؟ لا إن شاء الله إذا في مجال، إن شاء الله في بعد في توجهات إن شاء الله أوسع عن الطرح. اي مثلا ايش حابه تسوي؟ حابه تسوي عبي، حابه تسوي ملابس، ايش الخطط؟ ان شاء الله بيكون في خط، ان شاء الله بيكون خط قمصان ان شاء الله. وسكارفات حاليا يعني. ما بدك تكملي على العبايه؟ لا، العبايات لا. ليه؟ لا، كل حد له مجال. طيب.
كمان. طيب هلا انا نحكي حكينا عن مواضيع الالوان، حكينا عن طرح المشاريع اللي جاي ومخططي لها، في افكار ثانيه يعني بلشت بفكره الخط العربي، هل في افكار اخرى ممكن تدخليها؟ الهويه الاماراتيه كانت داخله اليوم بالطرح اللي حاططيها، في افكار اخرى؟ ان شاء الله في افكار الحين يعني ساصممها، وبتكون ان شاء الله بعد من الوحي العربي وليس الاماراتي، يعني بيكون في توسع للدول العربيه الثانيه ان شاء الله. حصة الراتوق، شكرا جزيلا لك، ومنالك كل التوفيق. وانا اتمنى لكم شكرا جزيلا للعربية.